مساء الانوار على حضراتكم، ويا رب تكونوا كويسين ونهاركم سعيد ورمضانكم كريم ان شاء الله، وكل الامور كويسه وزي الفل. اتمنى تكونوا بخير والامور كلها حلوه ان شاء الله. هنعمل بعدين شويه رز النهارده بس حلوين خالص. وسيبكم من نوع حلوين ولا مش حلوين، انا ممكن تحبوا ممكن ما تحبوش، كل ده على حسب الذوق. لكن انا بصراحه اللي فرق بالنسبه لي ان احنا نعمل النهارده الرز ونتكلم شويه عن الرز. تعالوا نعمله مع بعض ونشوف شكل جديد او طريقه جديده مختلفه للرز، وكمان نحكي شويه عن الرز وطريقه تسويته والكلام ده كله، وازاي ما يطلعش معانا مدقدق، وازاي يطلع معانا مستوي صح، وازاي ما يلزقش في قعر الحله، وازاي وحاجات كتير قوي. تعالوا نشوف هنعمل الرز بتاعنا اللي هو بالاعشاب. رز بالاعشاب مفحفح كده وجميل، عباره عن ايه؟ انا محتاج كوبايتين ثلاثه رز او على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. واول نقطه نقولها في الرز النهارده، على قد كميه الرز المصري اللي احنا هنعمله، على قد كميه الرز انا هحتاج شوربه مغليه وعليها ربع الكميه زياده. ربع الكميه كمان زياده، يعني لو احط كيلو رز هاخد معايا في حدود كيلو وربع ميه مغليه او شوربه مغليه او ميه بمرقه براحتكم اللي انتوا عايزينه، ده او ده. كيلو الرز ياخد معايا في حدود 100 جرام ماده دهنيه. يعني ايه 100 جرام ماده دهنيه؟ يعني سمنه، زبده، زيت، براحتكم خالص اللي انتوا عايزينه. ده الرز بتاعنا. الرز لازم يتضاف له الميه او الشوربه تكون مغليه تماما، دي ثلاث نقطه ماشي. والرز نفسه يكون سخن، يعني اكون فلفلته بالمعنى البلدي كده في الحله لغايه ما سخن معايا وتظبط، دي رابع نقطه. خامس نقطه اسيبه على النار دقيقه واحده، ده لو احنا مش هنعمله، احنا عملناه قبل كده بطريقه تانية اللي هي الرز ال10 دقائق، والحمد لله احنا عملنا الرز ال10 دقائق فعلا، كان في 10 دقائق بالظبط وظبطنا عليه الساعه، كان رز 10 دقائق 10 دقائق. ممكن نعمله المره دي برده مفيش مشكله خالص. بعد ما احط الرز في الحله والشرب عليه وكل الدنيا تمام وخلاص على كده، ههد عليه النار تماما على قد ما اقدر، شمعه زي ما بيقولوا او اقل كمان من الشمعه، وهسيبه لمده تلت ساعه، وبعد كده اديله تقليبه، وبعد التقليبه دي اغطي الحله واسيبه دقيقتين واطفى عليه النار، كده الرز بتاعي هيطلع محترم جدا جدا وزي الفل. دي خمس نقط اهم في الرز احنا قلناهم علشان تبقى حضراتكم عارفين، بس النقطه المهمه اللي هي ايه؟ ان لازم الرز بتاعنا يكون متفلفل كويس في الماده الدهنيه بتاعتنا، ودي حاجه مهمه قوي. هاخد هنا شويه زبده اهم، وهديها حبه زيت خفاف. طيب انا هقول لكم المقادير على ما الزبده بس تسخن. المقادير بتاعتنا رز، شوربه مغليه، وعندي بشر ليمون، وعندنا حبه بقدونس خفيفه، حبه شبت خفيفه، روزماري وزعتر، وهحتاج فص ثوم وعصير ليمونه. عصير الليمونه بيخلي الرز شويه لونه فاتح ابيض حلو كده. طيب ايه اللي انا محتاجه تاني؟ محتاج ملح ومحتاج فلفل اسود طبعا، ده الاساسي بتاعنا في موضوع الاكل كله عامه، الاكل الملح كله تقريبا ما بينفعش خالص ان احنا نستغنى عن الملح والفلفل الاسود. طيب اقول نقطه كمان سادسه، النقطه السادسه، دايما لما تيجوا تعملوا رز خلوا كميه الرز تلت كميه الحله. مفهومه دي ولا صعبه شويه؟ اعتقد مفهومه. يعني لو انا مثلا زي ما قدامكم كده بالظبط ياسمين، يا سلام المخرج المصحصح رزق بصراحه، مصحصحه معايا كده ياسمين والدنيا زي الفل، اسلمي لي. طيب ال تلت كميه الحله، تلت مساحه الحله ليه؟ علشان اسيب الرز يتنفس ويشرب كويس والدنيا تبقى تمام معاه، ما يبقاش فيه اي مشاكل عندي، والرز بتاعنا يطلع مظبوط وزي الفل و10 على 10 تمام. ادي الرز هنسيبه على النار لغايه ما يبدا معانا ايه، يبدا يسخن والدنيا تبقى تمام، وبكده الرز يبقى جاهز ان احنا نضيف له المرقه المغليه بتاعتنا. هاخد هنا عندي عودين بقدونس او تلات عيدان بقدونس كده حلوين زي ده اهو. هقول لكم على فكيره صغيره في موضوع البقدونس لو سمحتوا، والشبت والحاجات دي كلها، هاخد شبت خفيف مش كتير قوي تمام، وهاخد حبه من الروزماري ده كده اهو، وشويه ورق كمان، وهاخد حبه من الزعتر، عودين ثلاثه زعتر برده حلوين زي ده، وطبعا هاخد فصين ثوم، هاخد فص الكبير ده وخلاص تمام. ونجيب السكينه بتاعتنا ونبدا نعمل ايه؟ نفرم الحاجات دي فرمه كويس. ريحه الاعشاب نفسها حلوه قوي، وهتخليكم تدوقوا رز مختلف شويه، بدل ما احنا كل شويه التانية الرز بتاعنا، لا خلينا نعمل رز مختلف. نهرس فص الثوم ده ونقشره بسهوله قوي، دي اسهل طريقه لتقشير الثوم عشان ما تتعبوش نفسكم، اعملها لكم مره تانية اهي.
بدل ما تقعدوا تعملوا وتفصصوا وتعملوا كده، لا احنا نحطه هنا نهرسه بالسكينه، هو بيتقشر لوحده مش محتاج ان احنا نقشر فيه حاجات، هو القشره تقريبا بتطلع لوحدها بالطريقه دي. بس انا هاخد منه فص واحد مش اكتر، وههرسه برده هرسه ناعمه خالص. طيب عايز احكي لكم برده في موضوع الرز اللي هو العشر دقائق. ايه الرز العشر دقائق؟ هقوله لكم حالا دلوقتي. احنا كده خدنا كام دقيقه تقريبا يا ياسمين؟ احنا خدنا خمس دقائق بالظبط من ساعه ما انا ابتديت اتكلم مع حضراتكم وعملت الحاجات دي كلها لغايه دلوقتي، هي خمس دقائق اللي خدتها، شيلوا منها دقيقتين مثلا كلام، يبقى احنا بالظبط بنشتغل في الرز بقالنا ثلاث دقائق. خلاص كده بقالنا ثلاث دقائق بالظبط فين؟ بنشتغل في الرز. هوريكم الرز العشر دقائق ده علشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين احنا قلنا الرز نعمله ازاي، وادي العشر دقائق برضو هنقولهم ازاي. ماشي، انا هنا عندي هنا الزيست بتاع الليمون او بشر الليمون، هحط عليه باقي الاعشاب اهي. او ثانيه واحده بناء عليه، يلا بينا على الرز على طول اهو. وناخد كمان الثوم وباقي الاعشاب بتاعتنا اهي، خلاويص كده. اولموست الرز بتاعنا ماله ابتدى يسخن او سخن معانا اهو. ادوس على الكاتل اللي عندنا عشان برضو احتمال احتاج حبه ميه مغليين جاستن كيس لو احتاجنا، يبقى الدنيا عندنا ايه؟ الدنيا عندنا تمام وزي الفل. وهاخد الليمونه دي احطها هنا على المرقه بتاعتنا. المرقه ساقعه شويه، سوري سخنه شويه، هي كانت مغليه لكن بردت عشان احنا حاطينها قدام حضراتكم، بس الموضوع برضو بسيط. السخونه بتاعت الحله هترجع تسخنها لي مره ثانيه وهتخليها زي الفل. هضيف هنا المرقه بتاعتنا. تمام يا جماعه، السخونه كويسه وزي الفل، وهديها حبه من الفلفل الاسود وحبه ملح بتاعتنا في حدود نص معلقه كبيره ملح، عشان اللي انا عندي هنا تقريبا ايه 3 كوبايات من الرز مش اكتر من كده. هقلب الرز كده بيغلي وهو ده اللي انا محتاجه بالظبط. هغطي الحله، انا هديها شويه ميه كمان عشان الميه دي قليله، دايما الميه بتاعت الرز بتكون عقله صباع فوق الرز على طول. هغطي الحله وهسيبه يغلي خمس دقائق، يبقى احنا كده خدنا خمس دقائق في الاول تحضير تسخين الرز والحاجات دي كلها، والخمس دقائق الثانيه هسيبه يغلي على نار عاليه او نار متوسطه مش نار واطيه خالص، وهطفي النار تماما. خلاص انا هطفي النار كده خالص، وهسيب الحله مكموره بالغطا بتاعها لمده تلت ساعه او 25 دقيقه على ما نكون عملت حاجات تانية. يبقى كده الرز ركنته على جنب، وببساطه شديده جدا الرز هياخد معانا هيطلع معانا سوري مستوي حلو قوي، ومستحيل مستحيل مستحيل تطلع منه حبايه رز مدقدقه او لازقه، عمر ده ما هيحصل خالص. كده الرز بتاعنا خلص، قلنا الطريقه الصح بتاعته او الطريقه العاديه بتاعته، قلنا كمان الطريقه اللي هي بتاعت العشر دقائق عشان خاطر حضراتكم تعرفوها. ادوني ثواني اروق الدنيا وارجع لكم بعدها بشويه عشان نعمل وصفه فراخ حلوة قوي وجديدة وتحفة هتنفعكم جدا في رمضان، خليكم معايا. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. الرز زي ما قلت لكم اهو، هو خد تقريبا خمس دقايق تاني على النار، نار متوسطة، المية بتاعته بتغلي. طيب هتقولوا لي ان احتمال كبير جدا يكون الرز مع سخونه النار لزق من تحت، اقول لكم مستحيل، الميه موجوده فيه، حتى لو لزق هيستوي كويس جدا على باقي البخار اللي فيه، وفي نفس الوقت هيعمل معانا حاجه بسيطه جدا، اي حاجه لزقت من تحت هتيجي طالعه ما شطتش ولا الكلام ده كله خالص، وده هوريه لكم في اخر الحلقه ما تقلقوش خالص يعني. انا ده خلصته خلاص تقريبا، وهشيله من على النار على جنب، يعني هحطه هنا على نار مطفيه، ما عنديش حاجه على البوتاجاز الناحيه الثانيه، وايدي اهي على العين عشان تقولوا ان دي ممكن تكون اهي نار شغاله ولا حاجه قد النار بتاعتنا. هنقل بس الحله واسيبها على جنب. تمام، اجهز بس، يمكن حتى واخدين بالكم هنا النار شبه مطفيه كمان، مش جاهزه او مش شغاله كمان لانها نار هاديه شويه مش عاليه قوي. طيب هنعمل النهارده مع بعضينا نوع فراخ هو حلو قوي بس يعني مكلف سيكه، عشان فيه شويه طماطم مجففين، وممكن تستخدموا جبنه بارميجان او براحتكم عايزين تستخدموا مكان الجبنه البارميجان حاجه ثانيه. انا هستخدم روم النهارده او شيدر برضو زي ما تحبوا، انا عارف ان هم كلهم غاليين بس يعني هنبر نفسنا شويه في وصفه مش هتفرق يعني.
طيب فانا هنقول النهارده المقادير بتاعتنا، هنقول دلوقتي ولا ايه المقادير بتاعتنا؟ صدور فراخ مخليه من العظم، زبده وسان درايد توميتو او اللي هي الطماطم المجففه، وفص ثوم وليمون. انا مش عارف ليه عندي عندي حب للليمون كده في الحاجات بتاعتنا، الوصفات بتاعت الليمون بتبقى كلها حاجه زيستي كده، وفيها الزيست بتاع الليمون ده بيعمل شغل حلو جدا، وكمان الليمون نفسه بيعمل شغل حلو قوي. تمام، وهحتاج كريمه طبخ، ممكن تستغنوا عن كريمه الطبخ، شويه لبن مش هيجرى اي حاجه خالص، براحتكم تماما، وزبده مرقه، وهحتاج دقيق، شويه دقيق عشان بس يتقلوا الصوص نفسه، وبابريكا وملح وفلفل اسود وفص ثوم. خلاص كده دي كل الحاجات اللي انا هحتاج لها. هجهز هنا عندي الاول الاخت دي، واخد معايا هنا فصين الثوم بتوعنا عشان بس تبقى كل حاجه بتاعتنا جاهزه. انا هستخدم التانجل عشان مش عايز ايدي تتحط في الفراخ، علشان اعرف اشتغل الوقت اللي جاي بالحاجات. هناخد هنا ادي مكعب زبده، وادي مكعب كمان، وعشان خاطركم وعشان خاطر كمان الصوص يطلع كريمي هنضيف واحد تالت، مش هيجرى اي حاجه اطلاقا. تمام الكلام. هجيب بوله زي دي كده عشان بس على جنب، وهاخد هنا الفراخ بتاعتنا احطها هنا، شكلي هستخدم جلافز ضروري، وهندي هنا ايه، هدي حبه بابريكا. الفراخ دي لها اسم غريب شويه، اسمها ماري ميت شيكن، او يعني مش عارف اقولها بالعربي ايه بصراحه، اسمها ماري ميت شيكن. ممكن تعملها في رمضان يعني، لو مثلا حد رايح يخطب حد ولا حاجه زي كده، هي لو الترجمه بالعربي تبقى فراخ تتجوزين يعني، فراخ الخطوبه ولا ايه، مش عارف يعني. بس هي اسمها كده عامه يعني. حبه ملح كده، احنا حطينا الملح وحطينا الفلفل الاسود والبابريكا، وكمان هنضيف دلوقتي الدقيق نغلف بيه الفراخ بتاعتنا كلها. انا عايز كمان ازود هنا العين التانية. ماشي يا جماعه، ريحه البابريكا حلوه قوي، والفتايل رايحه فين؟ وهدي هنا تعفيره الدقيق بتاعتنا، بس لما الزبده تعمل ايه، تسخن. تعفيره الدقيق بتساعدني على اكتر من حاجه، الحاجه الاولى بتديني لون حلو للفراخ، بلس كمان البابريكا اللي احنا حطيناها. النقطه الثانيه بتساعد ان الصوص بتاعي اللي انا بعمله يتقل معانا شويه، which is good. وعايز اقول لكم على نقطه مهمه جدا يا جماعه، لو سمحتوا خدوا بالكم وانتوا بتعملوا اي حاجه فيها دقيق، لازم الدقيق يستوي. يعني بمعنى ايه يستوي؟ يعني ما حطوش كده واسيبه على النار بس وخلاص، لا، سووه كويس علشان طعم الدقيق نفسه ما يظهرش معانا في الشغل او في الاكل اللي احنا بنعمله. دي نقطه مهمه قوي، اتفقنا كده؟ تمام. عايز بس الزبده تسخن شويتين ثلاثه، علشان انا مش عايز الفراخ تتحط في الزبده وبعد كده ابص الاقيها بردت معايا. هضيف حبه زيت علشان الزيت درجه السخونه بتاعته اقوى شويه من الزبده، فيساعد كمان على الشغل صح. لو حسيتوا ان الكميه كبيره ممكن نشيل منها شويه، مفيش مشكله خالص، انا ممكن اشيل منها حبه بسيطه هنا، ولو احتجت ابقى اخد تاني. بس حلو قوي كده، الموضوع بسيط بالنسبه لي، انا ما بحبش قصه انه وشكل الموضوع وحش، لا، احنا كل الموضوع انا كاني بشتغل بالظبط في البيت، ولا فارق بالنسبه لي لا شكل ولا بتاع، على قد ما فارق بالنسبه لي ان احنا نوصل حاجه صح وحضراتكم تعرفوا الحاجه مظبوط. هشيل الجلافز ده خلاص، لان ده كده بالنسبه لي حاجه فيها خطوره، بيهدد الموضوع، بيعمل لنا تهديد في الشغل بتاعنا، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس. ما تقلبوش الفراخ كتير لو سمحتوا، علشان لو اتقلبت بزياده هتنزل معانا الجوس اللي فيها، وده هيطلع معانا حاجه مش كويسه خالص. الرز بتاعي انا قدامي تقريبا عليه، عشان خاطر افكر ارفع عليه الغطا، هو خد معانا 5 دقايق على النار، يعني قدامي مثلا كمان 5 دقايق دلوقتي، احنا خدناها قدامه كمان 10 دقايق، يعني في اواخر الحلقه وكمان نطلع فاصل ونعمل حاجه ولا حاجه زي كده، يكون مثلا خد معانا الوقت بتاعه بالظبط، يبقى تمام وزي الفل 10 على 10. طيب بعد ال 10 دقايق دي، او بعد الخمس دقايق ما انا شلته من على النار، ايه اللي انا هعمله بعد كده؟ ببساطه قوي، هسيبه تلت ساعه على الاقل خالص، تلت ساعه تاني او ربع ساعه، ده المينيمم، وبعد كده هبدا اقلبه، اديله تقليبه واغطي الحله، وبعد كده اسيبه كمان 5 دقايق، هيطلع معانا رز ممتاز جدا جدا. نقلب الفراخ بتاعتنا اهي، و
ونسيبها تكمل تسوية على راحتها تماما. كده أنا اللي فاضل لي بس هنا السان درايد توميتو والليمونة وكمان الجبنة البرمجان والحاجات الليكويد اللي أنا هحطها اللي هي الباقية اللي زي كده. ممكن أجهز بس عندي الليمونة نديها نصين كده علشان تبقى جاهزة والدنيا تبقى إيه تمام معانا. بس كده زي الفل. هلويس، في ناس كتيرة قوي هقول لكم على معلومة على ما الفراخ بس تستوي معانا على السريع كده. في ناس بتقول ان احنا اوقات كتير قوي بنعمل حاجة بسيطة قوي في الكبدة، لما بنيجي نعمل كبدة ولا حاجة زي اللحوم اللي هي النية زي الكبدة مثلا، خاصة الكبدة ناس كتير قوي بتشتكي انها بتزفر. السر في ان الكبدة بتزفر معاكم يا جماعة ان انتوا حطيتوها في نار هادية. النار الهادية دايما بتخلي الكبدة تنزل كل السوائل اللي فيها، وبالتالي الريحة بتاعتها بتعمل معانا ايه، بتبدأ ان هي تدي ريحة مش كويسة، وكمان الطعم كمان بيطلع مش لطيف. فخدوا بالكم من النقطة دي. تعالى اقول لكم على كام معلومة تاني في موضوع تسوية اللحوم اللي هي النية، اللي هي شوية بتبقى سميكة زي صدور الفراخ اللي قدامنا دي. رقم واحد، انا بس بحاول اقلب دي على حتة معينة. رقم واحد، ما تقلبوش فيها كتير، يعني مش كل شوية نقلب 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 نقلب. دي أول نقطة. نقطة تاني، بلاش انكم تضغطوا عليها، مش تقعدوا تعملوا كده علشان تستوي، لا ده غلط جدا، لان ده بيخلي كل الفاتس اللي فيها او كل سوري السوائل اللي فيها ولا ايه تنزل مننا وبتنشف معانا خالص، وطعمها بيكون سخيف قوي بعد ما تتاكل، تحس انكم بتاكلوا حاجه مليفه لكن التيست اللي فيها ضايع. فدي مشكله كبيره جدا لازم تاخدوا بالكم منها وخدوا بالكم من النقطه دي. تمام الكلام. هبدا اخد الطماطم المجففه احطها على الفراخ وهضيف الكريمه بتاعتنا مع حبه من الشوربه، وهسيب الفراخ بتاعتنا تعمل معانا ايه؟ تبدا تستوي على نار هاديه خالص. اديها 3 4 دقائق او 5 دقائق بالكتير وهتطلع زي الفل و10 على 10. تمام؟ وهدي عصره من الليمون على الصوص اللي احنا عملناه. وبكده اقدر اقول لكم ان انا كل اللي فاضل لي بس في الفراخ دي علشان تطلع مظبوطه وتمام معانا، تقدروا كمان تحطوا عليها شويه ورق ريحان لو حبيتوا، هتطلع معاكم حلوه قوي. هسيب الفراخ 5 دقائق على النار، اتاكد من سواها واتاكد ان كل الصوص بتاعنا اتشرب في الفراخ نفسها، وبعد كده هضيف عليها بشر الجبنه بتاعتنا في الاخر خالص وانا بقدمها. خليكم معايا نروق الدنيا ونجيب الطبق اللي هنقدم فيها، وكمان الرز يكون خد وقته واستوى صح. دقيقه وهرجع لكم، خليكم معانا. يا جماعه رجعنا لكم بعد الفاصل. فراخنا خلاص اولموست استوت مع الصوص الحلو بتاعها ده الجميل، وكمان الرز انا هجيبه قدامكم اهو، وتعالوا نشوف الرز اخباره ايه، اتشرب من الميه ولا ايه الدنيا بتاعته ولا ايه ظروفه، تعالوا نشوف نكتشف الموضوع. اه يا سلام، اهو ياسمين قدامك الاعشاب بتاعته مفحفحه، اتشرب كل الميه اللي فيه، مفيش حاجه لازقه فيه اطلاقا زي ما انتم شايفين اهو. تمام اهو 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 فله، وادي الحله مش عارف هي كده جاي قدامكم ولا لا، اهو صح كده، في اي حاجه لازقه ولا فتفوته ولا فتفوته، ومستوي زي الفل 10 على 10. ده الرز بتاعنا، هغرفه هنا في بوله زي دي كده ونقدمه مع بعضينا دلوقتي، والاعشاب اللي فيه حقيقه عامله ريحه حلوه جدا جدا اهي. تقريبا الرز واحده بوحدتها زي ما انتم شايفين اهي. ده طبق الرز بتاعنا يا جماعه اهو، ممكن نديله اي حبه اعشاب صغيرين نعمله اي جارنش كده حلو، دي اتشبت عود روزماري مثلا. ثانية واحدة، حاضر الله، يلا عشان هي كان بس كنت حاطها في المية عشان تفضل مورورة كده. و طيب انا طبعا في اثناء ما احنا بنشتغل كنت نسيت احط الرز البتاع ده اللي بقوله معايا، نسيت احط الثوم على الفراخ، بس انا طبعا حطيته في الاخر خالص، ودي حاجة عادية جدا مفيش مشكلة خالص. يعني لو خد معانا هنت خفيف من البتاع كان هيبقى ظريف، بس برضه ملحوقة.
هاخد الفراخ بتاعتنا هنا اهي. ونضلق عليها الصوص بتاعنا. ندي حبة من سان دراي توميتو دي. جربوا يا جماعة الحاجات دي جديدة، بس عايز اقول لكم ان هي حقيقي تحفة. اخر حاجة هعملها على الفراخ هديها حبة من الجبنة المبشورة، وكده حلقتنا اولموست خلصت. نبشر حبة من الجبنة كده. ماشي ماشي، انا هبشر الجبنة يا جماعة، وفي نفس ذات اللحظة اقول لكم باي باي، ويا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم وافادتكم ببعض المعلومات البسيطة والتركات الخفيفة. جربوا الحاجات دي، جديدة بالنسبة لنا، لكن هي حلوة قوي وطعمها كمان ظريف وهيعجبكم جدا جدا. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.